يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة تاج الدين صالحة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. مرحبا بكم دائما مستمعينا في الروح الخضراء. هذه الحلقة جديدة اللي غادي تاخذنا اليوم لإقليم بن سليمان في مشروع الأسبوع، بالضبط مشروع الأسبوع غادي نتعرفوا عليه من عين تيزغا ومع التعاونية الفلاحية. عين تيزغا غادي نتكلموا على إنتاج وتسويق اللوف، وضمن فقرة فكرة خضراء غادي نتكلموا اليوم على مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية اللي كيطلق برنامج لاحتضان المقاولات الناشئة الخضراء. وفي الختام نصيحة الأسبوع مع عند ضيف حلقة اليوم، كيفاش ممكن الاشتغال على تعاونية فلاحية وإنتاج منتجات فلاحية وتصنيعها. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. إذن مشروع هذا الأسبوع غادي ياخذنا لإقليم بن سليمان، وبالضبط عين تيزغا غادي نتكلموا كيف ما ذكرنا في البداية على إنتاج وتسويق اللوف مع التعاونية الفلاحية عين تيزغا، واللي معنا اليوم خرج عديل رئيس هذا التعاونية. هذه غادي نقربكم من جديد على مادة اللوف، أشنا هي هذه المادة وكيفاش هذا المشروع أيضا تمكن أنه يصنع منها مواد مختلفة صناعية وغيرها وتسويقها أيضا بالمملكة. سيخرج عديل، مرحبا بك معنا على الأصوات. السلام عليكم، شكرا جزيلا، مبارك. شكرا لك سي عديل. بغيت فقط نقرب المستمعين من هذه المادة، إنتاج وتسويق اللوف من المملكة. انتم من تعاونية القلال اللي كيخدموا حول هذا الموضوع، هذا أشنا هي هذه مادة اللوف بعدها في البداية، نقربوا المستمعين منها. السلام عليكم. فالتعاونية الفلاحية انتظار فهي أول تعاونية فلاحية لإنتاج وتسويق اللوف. حنا هم المنتجين الوحيدين اللي كاين في المغرب، وهذا اللوف فهو إرث عن الأجداد ديالنا اللي كانوا شحال هذه تنهضرك على المدة الزمن ديال 40 سنة حتى 50 سنة كانوا تيسوقوا وتبيعوا. كانوا تستعملوا كإسفنج طبيعي للصابون الحمام ولا أطرف صغار للتنظيف، ولكن حنا هذا الإرث بقينا تنكبروا فيه، نوسعوا المساحة ديال الزراعة، طورنا الإنتاج، نوعنا المنتوجات باش نعرفوا أن هذا المنتوج إرث عن الأجداد ديالنا وكان في المغرب منذ زمن بعيد. نعم، كتستعملوه في التنظيف غيره مثلا في الفلاحة، لأن أنا شفت هذه المواد بعيني، ولكن عدد المستمعين فقط اللي كيشوفونا أو كيسمعونا اليوم يقدروا ما يعرفوش هذه المادة. هذه فهي كتستعمل الاستحمام، كتستعمل العدد من الأشياء القهوة في حياتهم اليومية، ولكن نعم. في الأصل ما عارفينش أشنا هي هذه المادة. هي في الأصل منتج أو منتوج فلاحي للأصل، يعني فقط أنتم كتقوموا بالتحويل دياله. فهو منتوج فلاحي، هو من الفصيلة ديال القرعة. فالصنف كاين بزاف ديال الاصناف، ولكن بصفه ان احنا ورثينا على جدودنا، اذا عندنا هذيك البودره اللي احنا عارفين اللي غادي تستقلينا هنا في المغرب، فطورناها في الاستعمالات ديالها عديده. ولكن حيت الانتاج فهو هذا الجهد ديالنا، فهو جهد خاص، ما كاين بزاف ديال المنتوجات اللي نقدروا نطوروا ونقدروا نستعملوا به هذا اللون. فحتى الان احنا تنستعملوه فقط في الاستحمام وفي الديكور، وتنصلحوا ودرنا واحد التجربه انه نصلحوه بحال مواد عضوي. نعم، مادة عضوية كتحترم البيئة، يعني فاش تكلمنا من قبل حول هذا الموضوع كتقول لنا بأنها من أكبر المواد الصديقة للبيئة، وبالتالي يجب استغلالها وكتنضطر في البيئة بسهولة. اليوم فين وصل هذا المشروع ديالكم؟ كانت الأفكار في البداية فبديتوا صغار كيف ما قال جميع التعاونيات، اليوم فين وصل هذا المشروع هذا؟ وأستاذ دين، احنا هذا المشروع بدينا كحلم، كنا تنحلموا حتى تحقق في 2017 عانونا الناس ديال الفلاحة الله يجزيهم بخير، كنا تعاونية شاركنا في 2019 أول مرة باش تعرف هذا المنتوج أنه منتج مغربي، ومع أول مرة دخلنا للسوق ما عارفينش كيفاش غادي، والحمد لله 2019 الحمد لله الناس ولات تعرف هذا المنتوج كان عندنا، كاين شحال من واحد تعرف عليك هي كان عندنا وحنا فرطنا فيه، تبارك الله عليكم انتم ما فرطتوش في هذا المنتوج ديال اللي كان عند جدودنا. طورنا ان شاء الله، دابا خدينا واحد بقعة ارضيه تقريبا جوج ديال الهكتارات، نديروا واحد ورشه عمل باش غادي المراه القرويه في المنطقه ديالنا غتستافد باش تولي تعمل في واحد الظروف في واحد المستوى
عالي باش تعطي واحد واحد المردودية تكون جيدة. وهذا وفي هذه الضيعة غادي تكون جميع الأصناف ديال الأشجار حتى يبغوا بغينا الهدف ديالنا أن يجيو الأطفال ديال المدارس والمنازل الفلاحة باش يشوفوا هذا المنتوج يعني كمزارع بيداغوجية أو شيء من هذا القبيل باش يتعرفوا عليه باش يجيو عندنا العائلات الأطفال يشوفوا أن شنو الهدف ديالنا أن نعطيهم واحد الفكر شنو هو المستهلك المغربي شنو خاصو يكون عنده الرؤية ديالو باش شنو خاصو يستعمل شنو خاصو هذا باش تكون واحد الفائدة. حنا تنحاولوا نديروا واحد العمل بسيط على قد الحال. نعم اليوم انتم محتاجين أرض محتاجين مثلا تمويل شنو محتاجين باش يكبر هذا المشروع هذا؟ الحمد لله عندنا واحد الشريك الله يجزي بخير مساندنا من 2017. هذا الشريك غادي بنينا واحد الورصة ديال العمل مساحة ديال 160 متر بجميع احنا ما غادي نخلص حتى شي حاجة. خدينا بقعة أرضية تقريبا جديد الكتارات. عندنا هاد الشركة باغي يعطينا أراضي واحدة أخرى نستغلها بدون أي مقابل بشرط أننا نخدموا المرأة القروية والرجال القرويين في المنطقة عندنا. يعني تخدموا أولاد المنطقة؟ أولاد المنطقة بشرط هذا الصدق تخدموا أولاد المنطقة ونعاونك بأي باش ما بغيتي. مع مع الأسف كاين بعض العراقيل الإدارية اللي شنو نقول لك لا حول. شنو مثلا الرخص خاصة بهذا الموضوع بالضبط؟ الرخص اللي حيت الناس ما عارفينش شنو المشروع تيطلب لك شي رخص اللي واش كتوريهم المنتجات ولا ما كتوريهم شنو هي المادة ديال اللف؟ حتى الطريقة باش تهضر معاك فهي واحد تحقر أنا بالنسبة لي أنا بقى في الحال. نعم ربما يكون شي حد يسمعك اليوم من سليمان مسؤولين شنو تقول لهم؟ زعما حنا وحنا بغينا غير للخطابات الملكيه ولا الجامعه هذاك حنا كاع اللي تيقولنا حنا خدامين انا نخدموا المراه القرويه والمجال القروي بغينا نعاونوا. كاين الناس اللي بغين يخدموا ولكن مع الاسف ان ناخذوا رخصه اللي زعما يتساعدوا الناس المساعده هذا الوقت في هذا العام ديال الكورونا حتى شي واحد ما عاوننا. نعم حنا فلوسنا خاصين حرمنا راسنا باش نعاونوا هذوك الناس. نعم اليوم رجعك لهذه المادة ديال اللوف اللي انت بغيتي تسوق لها ايضا اعلاميا وتعرفوا الناس بها. اللي بغيت تعرف عليكم كيفاش ممكن يتعرف على هذه المادة هذه؟ انت قلتي بانها صالحه هي كمادة ديال النظافة هي ايضا ديكور استحمام. نعم كيفاش تقدر تقدمها للمستمعين ربما ما كيعرفوهاش وفين يقدروا يشوفوها باش هكذا يعرفوها كيف دايره؟ مثلا عندكم صفحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي مثل هذه الاشياء هذه؟ نعم فعلا فهد اللوفة فهي بحال القرعة إسفنج طبيعي كله فيه الفوائد بالنسبة للمستهلك بالنسبة للصابون. تتكون ديما الحركة دائرية تتحل مسام الدورة الدموية ماساج قوماج وحتى ليفاغيس وتتحرك حتى الرشاقة الجسم ديالك وتقدر تعملها بزاف ديال المرات تقدر تمشي حتى شهور 7 شهور 8 شهور 9 شهور وانت تستعملها. وفاش تسالي بها ما تلوحاش تغسلها وتقطع طريفات صغار تصلح بحال مواد عضوي فشي نبتة شي شجرة شي حاجة. وعندنا الصابون الجليسيرين باللوفة عندنا مواد أخرى ديال الحمام باللوفة عندنا الديكو عندنا بزاف ديال الحوايج وعندنا بزاف ديال المتنوعات ديال المنتوجات في هذا اللوف. احنا يا ريت ان يكون شي ناس يمشيوا يواكبوا معانا غير تقنيا ما بغيناش لا دعم لا والو غير تقنيا نقولوا ها هو الفكره اللي عندي انا يواكب معايا فقط. كاينين الناس اللي بغينا يعاونونا خلي موجود الناس اللي بغي يعاونونا. حنا غير بغينا الفكره اللي عندي انا بغيت نطورها ها شنو بغيت نوصل ليها نقدر نوصل ليها. نعطيك مثال تقدر نستعملوها في الكراسه ديال الطوموبيلات يعني تقدروا تخطوا بهم هذوك الكراسه او تصوبوا بهم الكراسه الداخل ديالهم نقدروا في عوض البوز نقدروا نستعملوها هي هذه من الافكار نقدروا نستعملوا عند افكار واحدة اخرى. ولكن انا بالنسبه لينا حنا على قد الحال ما نقدروش نواكبوا هادشي. بغينا شي مختبر ولا شي المكتب الشريف الفوسفات ولا هذا
المختبر ديالو يواكب معنا هذا الشيء. نعم يشتغلوا معكم على تطوير هذه المنتجات. خرج عادل غادي نطلب منك تبقى معنا غادي نرجع لك بعد دقائق من الان دائما في نصيحه الاسبوع. هذا مشروعنا هذا الاسبوع يعني انتاج وتسويق اللوف. بغينا نتعرفوا منك هذا الناس اللي بغاو يشدوا الطريق بحالكم ويديروا مثل هذا المشروع ديالكم اشنو هو خصهم يديروا في نصيحه الاسبوع. غادي نطلب منك لحظه نرجعوا لك. خرج عادل بقى معنا عبر اصوات الروح الخضراء، الفكره من عندك ونصيحه والمك. أما لحظة فوصلنا لفقرة فكرة خضراء وفيها بغينا نتكلموا اليوم حول مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية اللي أطلق برنامج لاحتضان المقاولات الناشئة الخضراء، وكتعطي هذه المنصة الجديدة الكلمة للشباب الإفريقي وكتبرز أنشطتهم ومبادرتهم من أجل تعزيز رياتهم في مجال المناخ والتنمية المستدامة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية لكي يحتضنها مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة باعتباره الذراع الأكاديمي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ولكي تسهر على إقامة روابط بين الشباب في منصة رقمية وكذلك كتسهر على مواكبتهم ومبادرتهم. وفي إطار هذه النسخة الأولى غادي تحتضن مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية 10 مشاريع كيحملها شباب أفريقيا لتقديم ترشيحاتهم، وكتوجه الدعوة دائما إلى زيارة موقع المبادرة على الرابط youthclimatehub.org وتحميل عرض الحاضنة وفتح حساب لهم على المنصة وتقديم مشروعه من خلال ملء الاستمارات على الانترنت والاستفادة من هذه المشاريع البيئية. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. أما اللحظة أن وصلوا مستمعينا برنامجنا الأسبوعي الروح الخضراء، وهذه الحلقة غادي نوصلوا معكم الحديث حول إنتاج وتسويق اللوف من خلال التعاون الفلاحي عين تيزغا اللي رئيسها معنا اليوم خرجي عادل. غادي يعطينا نصيحة الأسبوع. خرجي عادل مرحبا بك دائما معنا على أصوات. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فقط انت كرئيس هذا التعاون الفلاحي عين تيزغا تلاقينا في عدد من الملتقيات، عندك واحد تجربة كبيرة أيضا على الأقل في تكوين هذا التعاون الفلاحي وإخراج هذا المنتوج للسوق. بغيت نصيحتك للمستمعين وخاصة العدد منهم اللي باغيين يديروا بحالكم أو يتوجهوا لهذا المجال التعاوني والإنتاج والتسويق مثل هذه المواد الطبيعية هذه، منين خصهم يبداو كيفاش خصهم يبداو أيضا شنو الأشياء اللي خصهم ينتبهوا لها؟ المجال التعاوني فهو مجال تبارك الله بالنسبة عندنا في المغرب كاين بزاف ديال المناطق بزاف ديال المنتوجات اللي هائله عليها الطلب بالنسبه للسوق الخارجي ولا السوق الداخلي. غير هي بالنسبه اي متعاون ولا تعاوني ولا منتوج باغين يديروا فيه التعاونيه باش يبيعوا في المجال فخاص يكون عندهم واحد الدراسه، خاص عندهم مقار، يكون عندهم بزاف ديال الحوايج باش يقدر يوصل انه يخرج واحد المنتوج طبيعي. نعم وتبارك الله راه كاين يعني ما كتحتاجش مثلا ابحاث كبيره ولا فقط من الواجب. نعم لا ماشي خص ابحاث، خص يكون اول حاجه ان ذاك المتعاون حافظ هذاك المنتوج اللي غادي يشتغل فيه، وخاص يكون عنده باش يبدا لابد واحد شويه دراسه المال باش يبدا، وخاص يكون عنده مقر فين يشتغل، ويكون واحد شويه ديال يكون واحد يكون يخدم بواحد شويه ديال المعقول وينصح هذاك المستهلك حتى المستهلك المغربي. ولا جربك مره المنتوج وعجبو ثق بيا انني تيجيو عندي بعض الزبناء اللي كانوا في معرض واحد اخر ناتي يوقفوا تيقول لي بالا راه استعملنا داك الشيء مزيان وعجبنا، واحد اخرين تيسمعوا تيشريو تيبقاش يقولك شحال الثمن ولا يعني تحافظوا على السمعه طيبه والاستثمار فيها معقول. والحمد لله كاين منتجات كاين تبارك الله وزاره الفلاحه تتعاون للمديريات الجهويه ولا اقليميه لونكا تبارك الله يا خاص الواحد يعرف الفكره شوف فاش يشتغل ماشي يضيع الوقت ديالو ومن بعد يقول يمشي يلوم يقول لك حقا ما هذا. لا الحمد لله كاين مين كاين اوطور وكاين الناس مزيانين وكاين الخير. غير الناس خاصها تكون تعرف شنو المنتج اللي غادي يخدموا فيه يكونوا شويه معقولين. نعم خرجي عادل رئيس الجمعيه او خرجي عادل رئيس التعاونيه الفلاحيه عين تيزغا لانتاج وتسويق اللوف، شكرا لك على هذه التوضيحات. بارك الله فيك سيدي. خرج عادل رئيس التعاونيه الفلاحيه عين تيزغا باقليم بن سليمان، شكرا لك لهذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا نكونوا وصلنا نهايه حلقتنا اليوم من الروح الخضراء، الى اللقاء. الروح الخضراء رفقه تعز الدين صالحه.
قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.